أهلا بيكم طلابي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن ثورة من أعظم الثورات اللي قامت بيها مصر. ودرسنا النهاردة بيتكلم عن ثورة 23 يوليو والصراع العربي الإسرائيلي. تعالوا بينا نتكلم عن ثورة 23 يوليو ونشوف إيه أحداثها وإيه اللي حصل فيها. دلوقتي هنتعرف عن نبذة بسيطة عن ثورة 23 يوليو عام 1952. ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول رئيسية مهمة جدا في مصير مصر، لأنها أعادت حكم مصر للمصريين. يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن فايدة أحداث ثورة 23 يوليو، أو عملت ايه الثورة دي لمصر. أول حاجة، أعادت حكم مصر للمصريين وإسقاط الملكية وإعلان الجمهورية، وتم فيها أو تم في عهدها إجلاء آخر جندي إنجليزي عن أرض الوطن، وتم فيها تأميم قناة السويس وتحقيق كثير من المكاسب الشعبية اللي فتحت لمصر أبواب التقدم والازدهار. يعني دلوقتي قدرنا نعرف ان ثورة 23 قدرت انها تحقق لمصر حاجات كتيرة قوي، من ضمنها انها اعادت حكم مصر للمصريين واسقاط الملكية واعلان الجمهورية، وتم في عهدها اجلاء اخر جندي انجليزي عن ارض وطننا، وتأميم قناة السويس، كثير من المكاسب الشعبية اللي فتحت لمصر أبواب التقدم والازدهار. طب إيه هي أهمية ثورة 23 يوليو؟ أثرت على الحركات التحريرية في المنطقة العربية والعالم العربي، وأسهم قادتها في تأسيس حركات استمرت حتى اليوم زي حركة عدم الانحياز. طبعا كانت ثورة 23 يوليو ثورة ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم، وجعلت الروح الوطنية مستمرة جدا في نفوس الشعب المصري منذ الثورة العرابية وثورة 19 حتى ثورة يوليو. فهي ثورة كانت مكملة لثورة الثورة العرابية وثورة 19. تعالوا بينا نتكلم عن مصر قبل ثورة 23 يوليو كانت عاملة ازاي. مرت مصر في الأربعينات في حالة من الفساد واستبداد الملك الفاروق وحشيته لمصر، وتزايد تدخل الإنجليز في شؤون مصر الداخلية. يعني مصر كانت قبل الثورة بتمر بحالة من الفساد واستبداد الملك فاروق وحشيته للمصريين، وتزايد أو كثرة تدخل الإنجليز في شؤون مصر الداخلية. وطبعا كل ده أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية بين أفراد الشعب، وهزيمة مصر في حرب فلسطين عام 1948. ودي أكتر حاجة أثرت في نفوس المصريين، وهي الهزيمة وعدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طب إيه هي العوامل اللي أدت لقيام ثورة يوليو؟ أول حاجة، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر زي ما قلنا، وعدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، وهزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. وطبعا كل ده بسبب الخيانة وبسبب الأسلحة الفاسدة. رابع حاجة، فساد النظام الملكي واستبداد الملك فاروق وحشيته للبلاد أو للمصريين، وسوء الأحوال الاقتصادية وانتشار الفقر والجوع. وستة، سوء الأحوال الاجتماعية واستبداد الطبقة الرأسمالية، وهي طبقة رجال الأعمال. كل دي عوامل أدت لقيام ثورة 23 يوليو. وطبعا مش عايزين ننسى استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر أزيد من اللازم، فكل ده كان بيأثر على المصريين فأدى إلى ثورتهم وإقامة ثورة يوليو. تعالوا بنا نتكلم عن حاجة حاجة. أو أول جزء عندنا نتكلم فيه من العوامل هي استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. لم تؤدي معاهدة 1936 إلى الاستقلال الحقيقي، وظهر ذلك عندما حاصرت قوات الاحتلال قصر عابدين، وكان في عام أو في 4 فبراير عام 1942، وكان لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. تاني حاجة هنتكلم عنها أو تاني نقطة هي هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948، وإيه الأسلحة الفاسدة. إيه حكاية هزيمة الجيش في مصر في حرب فلسطين؟
كان الجيش المصري من أوائل المشاركين في حرب 48، لكن الهزيمة التي حدثت كان لها أسباب. دلوقتي هنعرف إيه هي الأسباب اللي أدت إلى الهزيمة. أول حاجة هي دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. تاني حاجة عدم استعداد العرب عسكريا للحرب، ما كانوش مهيئين للحرب، وهذه الهزيمة كانت دافع وحافز هام جدا لقيام ثورة 23 يوليو، وكانت دافع مهم جدا للمصريين ان هم لازم يمحوا عار الهزيمة ولازم ينتصروا وياخدوا حقهم من الإسرائيليين. طبعا هذه الهزيمة كانت دافع وحافز هام لقيام الثورة بقيادة الضباط الأحرار، يعني كان اللي بيقود الثورة الضباط الأحرار. أدركوا مقولة الشهيد أحمد عبد العزيز وكانت دايما بتتردد في نفوس المصريين، وهي إن ميدان الجهاد الحقيقي في مصر. ومقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هي أن فلسطين لن تتحرر إلا بتحرير القاهرة، يعني فلسطين مش هتتحرر إلا لو حررنا القاهرة. تالت نقطة نتكلم عنها هي فساد النظام الملكي واستبداد الملك فاروق. تمثلت في فساد النظام الملكي الفاروق في الاستبداد بالحكم وانحدار سمعته، أو انحدار مصر سمعة مصر بسبب نزوات الملك فاروق والرشاوي في تعيين وإقالة الوزارات. تالت حاجة الإسراء غير المشروع لحاشية الملك وصفقة الأسلحة الفاسدة. رابع حاجة نتكلم عنها ورابع نقطة هي عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة في مصر. اللي حصل فيها ازداد الصراع على الحكم بسبب فساد النظام الملكي ووضوعه للاحتلال وفساد الأحزاب السياسية. خامس نقطة عندنا الأحوال الاقتصادية. أدت معاهدة 36 إلى جعل مصر ميدان للحرب العالمية الثانية واستنزاف موارد البلاد لخدمة بريطانيا وإرهاق الاقتصاد المصري، مما زاد معاناة الشعب وازدادت البلاد تخلفا وفقرا ومرضا. هنتكلم دلوقتي عن سوء الأحوال الاجتماعية، وكان فيها عدم وجود سياسة واضحة للإصلاح الاجتماعي، وكل ده كان بسبب الإصراع أو الصراع بين الأحزاب والإقطاع وسوء توزيع الأراضي الزراعية، فجعل فئة صغيرة جدا تملك وتستبد، وأطلق على المجتمع المصري مجتمع النصف في المية، كما انتشر الفقر والجهل والمرض في المأكل والملبس والمسكن. فكل دي عوامل أدت لقيام الثورة اللي كان بيتزعمها مين؟ الضباط الأحرار. تعالوا بينا نتعرف على الضباط الأحرار وإزاي قامت ثورة 23 يوليو وإزاي خططوا لها. من هم الضباط الأحرار؟ الضباط الأحرار هم مجموعة من ضباط الجيش الأحرار، كان زعيمهم جمال عبد الناصر، كانوا بيأمنوا بضرورة القيام بثورة تقضي على الفساد الذي ساد في البلاد ولتحرير الوطن من الاستعمار. وتجميع الضباط تاني حاجة، تجمع الضباط الأحرار حول رسالة واحدة وخططوا وعملوا في صمت ونظموا صفوفهم وتحركوا في ليلة 23 يوليو عام 1953 للقيام بالثورة. يعني هم كانوا من جواهم مؤمنين بضرورة تحرير مصر والقيام بالثورة، لازم كانت تحصل ثورة تقضي على الفساد اللي ساد في البلاد ولازم نحرر الوطن من الاستعمار. فاستطاع الضباط الأحرار أن يتجمعوا حول رسالة واحدة وتخطيط أو خططوا وعملوا في صمت ونظموا صفوفهم وتحركوا يوم 23 يوليو للقيام بالثورة. إعلان الثورة. في صباح يوم 23 يوليو عام 1952 تقدمت قوات الجيش المصري واحتلت دور الحكومة والمرافق العامة والإذاعة، وطبعا أذاع محمد أنور السادات أول بيان للثورة على الشعب، أول بيان شهير على الشعب باسم اللواء محمد نجيب لينضم الشعب إلى حركة الجيش. في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها، وهي نص بيان الثورة لازم كلنا نبقى عارفينه، وهو كالتالي. نص بيان الثورة كان بيقول إيه؟
اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم الاستقرار، وقد كان لكل هذه العوامل تأثيرا كبيرا على الجيش، وقد تسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولي أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدراتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. طبعا كلنا عارفين أن نص بيان الثورة ده كان على لسان الرئيس الراحل محمد أنور السادات. طب إيه هي كانت مطالب الثورة من الملك فاروق؟ مطالب الثورة كانت تنازل الملك فاروق عن العرش الابني أحمد فؤاد الثاني، ومغادرة الملك البلاد قبل الساعة السادسة مساء يوم 26 يوليو 1952. ووافق الملك فاروق على ذلك لإدراكه أن الجيش والشعب يكرهان حكمه وتخلى الإنجليز عنه. طب إيه هي ثورة أهداف ثورة 23 يوليو؟ أول حاجة القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة. أولا هنتكلم عن القضاء على الاستعمار وأعوانه. تحقق ذلك من خلال اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954 بين مصر وبريطانيا. يعني اتفاقية الجلاء كانت بين مصر وبريطانيا، ووقعها جمال عبد الناصر في أكتوبر عام 1954، ورحل آخر جندي بريطاني عن مصر بعد احتلال دام 74 ورحل آخر جندي بريطاني عن مصر بعد احتلال دام سنين في 74 عاما. تحقق ذلك من خلال اتفاقية الجلاء في 19 أكتوبر عام 1954، وكانت بين مصر وبريطانيا، ووقعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أكتوبر عام 1954، ورحل آخر جندي بريطاني عن مصر في يونيو عام 1956، وكان عيدا للجلاء وسمي بعيد الجلاء. ثانيا هنتكلم عن القضاء على الاقطاع، وتحقق ذلك بصدور اول قانون للاصلاح الزراعي في 9 سبتمبر عام 1952، الذي حدد الملكية الزراعية ب200 فدان، وامتلك فلاحين مصر للمرة الاولى الارض التي يعملون فيها. ثالث حاجة القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. وازاي حلينا المشكلة دي؟ حليناها من خلال تحقق ذلك عندما صدرت قوانين التأميم الاشتراكية في يوليو عام 1961. رابع حاجة إقامة جيش وطني قوي. حلينا المشكلة دي ازاي؟ بان حاولت الثورة الحصول على السلاح من الدول الغربية، بس ما قدرش يتحقق ذلك، فاتجه قادة الثورة الى المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي للحصول على الأسلحة والمعدات اللازمة لبناء الجيش. ولكن هزيمة 5 يوليو عام 1967 كشفت عن خلل في قادة الجيش وأساليب التدريب. خامس نقطة نتكلم عنها هي إقامة عدالة اجتماعية. إزاي قدرنا إن احنا نعمل عدالة اجتماعية؟ بتحقيق إلغاء الثورة، تحقق ذلك في إلغاء الثورة الفوارق
ازاي قدرنا ان احنا نقيم عدالة اجتماعية بتحقيق الغاء الفوارق بين الطبقات والغاء الالقاب، مثلا زي الغاء القاب البشوية والبهوية والبكوية واللي كنا بنسمع عنه ده كله، اقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، الاهتمام بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات مع مجانية التعليم. سادسا هنتكلم عن إقامة حياة ديمقراطية سليمة. إزاي قدرنا إن احنا نقيم حياة ديمقراطية سليمة في وطننا؟ توجههم إلى التنظيم السياسي الواحد الذي عرف باسم هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، وظل بهذا الاسم 6 سنوات بعد هزيمة يونيو 67 إلى أن صدر بيان 30 مارس عام 1968. بدأت تنمو الديمقراطية مع تولي السادات الحكم بوجود المنابر الثلاث، ثم قيام الأحزاب في 1977. تعالوا بينا نتكلم عن إنجازات الثورة في المجال عندنا، في إنجازات في مجالين، المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. أول حاجة إنجازات الثورة في المجال الاقتصادي، وتنقسم إلى مجال زراعي وصناعي والتجارة. أول حاجة المجال الزراعي، باستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الأراضي الزراعية وإنشاء السد العالي، وتم إنجازه في 1971 لحماية مصر من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء وإقامة دلتا جديدة في جنوب مصر. تاني حاجة المجال الصناعي، بإنشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب بحلوان ومصانع الأسمدة بأسوان. الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني والبحث عن البترول وإنشاء معامل التكرير. تعالوا بينا نتكلم عن المجال التجاري، وتم الإنجاز فيه بفتح أسواق جديدة في الخارج وتمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. تاني حاجة عندنا هنتكلم عن المجال الاجتماعي. أول حاجة بالقضاء على الإقطاع، وإزاي حلينا المشكلة دي؟ حليناها بإصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر عام 1952 الذي حدد الملكية الزراعية ب200 فدان وتوزيع الباقي على الفلاحين، وصدر قوانين أخرى حددت الملكية ب50 فدان مما زاد من تمليك الفلاحين للأرض. تاني حاجة إقامة عدالة اجتماعية عن طريق مجانية التعليم بجميع مراحله وتحديد ساعات العمل واشتراك العمال بمجالس إدارة الشركات، تحديد نسبة لهم من الأرباح، وإصدار قوانين التأمينات والمعاشات الاجتماعية، ومنح المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة أو الشعب عام 1956. ثانيا في المجال العربي، إنجازات الثورة في المجال العربي كانت بتوحيد الجهود العربية لصالح حركات التحرر الوطني، فساندت السودان والجزائر وتونس واليمن، وساهمت في استقلال الكويت والعراق واليمن. إقامة أول تجربة عربية لتحقيق الوحدة العربية بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958، عقد اتفاقية مع السعودية وسوريا واليمن للدفاع عن الصومال في تقرير مصيري، تأييد حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس. هنتكلم عن إنجازات الثورة في المجال الدولي، وهي المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز، وهو مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955، مساندة الدول الإفريقية لنيل الاستقلال مثل كينيا والكاميرون، والدعوة لعقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية في القاهرة عام 1958، وكسر احتكار السلاح بعقد صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955. طبعا درسنا النهاردة كان مهم جدا جدا، وفيه كمية تواريخ مهمة جدا لازم ان احنا نفتكرها كويس، وأحداث تاريخية مهمة جدا حصلت في بلدنا لازم كلنا نبقى عارفينها. قدرنا دلوقتي من خلال درسنا نتعرف على مصر قبل الثورة وكان أحوالها إيه، وثورة 23 يوليو عام 1952 وأحداثها إيه، وعملت في مصر إيه،
وأسباب قيام الثورة، إيه الأسباب اللي خلتنا نعمل ثورة، وتعرفنا على الضباط الأحرار وإيه هم، وإزاي تم إعلان الثورة، وإزاي قامت الثورة، وتعرفنا على أهداف الثورة ومطالب الثورة، وقدرنا نعرف الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما قبل وما بعد الثورة. تعالوا بينا نحل شوية تدريبات. السؤال الأول عندنا بيقول: بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 48؟ وكان ذلك بسبب صفقة الأسلحة الفاسدة والمؤامرات والخيانة. بما تفسر سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادث 4 فبراير عام 1942؟ ايه السبب؟ بسبب إجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. طب بما تفسر اختلاف ثورة 23 يوليو عن حركات التحرر الوطني الأخرى؟ ليه ثورة 23 كانت مختلفة عن حركات التحرير الوطني الأخرى؟ لأنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء، ولاقت قبول الشعب المصري، وكانت لصالح المجتمعات. طب بما تفسر عجز الأحزاب عن التعبير عن إرادة الشعب ومطالبه؟ فهنقول كان بسبب فساد الأحزاب والصراعات السياسية بينهم. السؤال الثاني عندنا بيقول: تخير الإجابات الصحيحة من بين الإجابات لكل مما يلي. في عام 1955 حدث ما يلي: عقد صفقة الأسلحة الفاسدة، ولا العدوان الثلاثي على مصر، ولا تأميم قناة السويس. ايه اللي حصل في عام 1950؟ تمام، اللي حدث عقد صفقة الأسلحة الفاسدة. السؤال الثاني: في فبراير عام 1958 حدثت تجربة الوحدة بين مصر والعراق، ولا مصر وسوريا، ولا مصر والسودان؟ التجربة كانت بين مين؟ تمام، بين مصر وسوريا. في 26 يوليو 1956 تم تأميم قناة السويس، ولا جلاء القوات البريطانية عن مصر نهائيا، ولا البدء في تنفيذ مشروع السبت العالي؟ اللي تم في تاريخ 26 يوليو تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية. طب ماذا كان يحدث إذا لم تقم ثورة 23 يوليو بإصدار قانون الإصلاح الزراعي؟ إيه اللي كان هيحصل لو ما كانش صدر قانون الإصلاح الزراعي؟ تمام، لن يتم تحديد الملكية الزراعية ب200 فدان ثم ب50 فدان، وما كانش هيستطيع أن يتملك الفلاحين للأراضي الزراعية. طب إيه اللي كان هيحصل لو لم تقم الثورة بإنجاز مشروع بناء السد العالي؟ كان هيتم لن يتم حماية البلاد من الفيضان، كان هيحصل فيضان في مصر كثيرا، وطبعا كانت هتبقى نتيجته الجفاف والجوع، ولن يتم تخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. شكرا لكم طلاب الأعزاء، وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، ويا رب نكون استفدنا منه ويكون درس مسلي ولذيذ وسهل علينا. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، ونفهم نتعلم ببساطة.